دابا ما عندنا ما نقولوا، واش غنقولوا؟ ما كاين. الله يستر. يجب علينا عندما نتغنى بالجزائر أن نتغنى من أعماقنا يا أطفال، أن نصرخ تلك الصرخة في تلك الأبيات الشعرية، أن نصرخ بكل ما أوتينا من قوة، صح ولا لا يا أطفال؟ إذا حينما نتغنى بالجزائر لازم يكون إبداع ورونق وجمال في الكلام، صح ولا لا يا أطفال؟ إذا أكيد إنها الجزائر يا أطفال، صح ولا لا؟ إذا أريد أيضا من تتغنى لي بالجزائر أو من يتغنى لي بالجزائر؟ من يتغنى لي بالجزائر؟ هاي يا بنياتي هديل، ها فوقني فوق، ها ألسيته؟ أحبك فوق الظنون، وطني أحبك فوق ظنوني، وأشدو بحبك في كل نادتي. ليس هكذا وإنما تبعي الآية جيدا، وطني أحبك فوق الظنون، أعيدي، وطني أحبك فوق الظنون، وأشدو بحبك في كل نادي، وأشدو بحبك في كل نادي. من يعد البيت؟ من يعده؟ ها يا جاسر. وطني لو شغلت بالخلد عنه لا تعبني إليه في الخلد نفسي. جيد، أيضا من يعيد البيت الذي أنشدته لنا هديل؟ ها يا ليث. وطني أحبه فوق الظلول وأشكو بحبه في كل نادي. إذا من يعيد القراءة السليمة للبيت؟ أنشد هذا البيت الرائع. دابا ما عندنا ما نقول، واش غنقولوا؟ ما كاين ما نقول.